فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تخلد يومها الوطني من خلال أنشطة تبرز مدى ضرورة دعم ومؤازرة هذه الشريحة من المجتمع. حفل تميز بإلقاء كلمات تعكس الأهمية التي تطلع بها هذه الفئة والمجهودات المبذولة لاندماجها في مختلف المجالات، كما تم بالمناسبة تقديم كراسي متحركة وعكاكيز طبية لفائدة بعض الأشخاص المعاقين لمساعدتهم في تدليل صعوبات التنقل. سنقوم بتوزيع بعض الكراسي المتحركة التي ساهمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أوسر. هناك توزيعات أخرى ديال الدفاتر وأدوات مدرسية للأطفال الصم والمكفوفين خدمة لهذه الفئة الاجتماعية. حقيقة هذه الفئة تستحق تضامن تعاون ماشي غير اليوم بل كل أيام السنة، لأنها باستمرار في حاجة كتعاني من نقص من معاناة من دائما في حاجة. الأطفال أيضا استفادوا من فقرات ترفيهية فكاهية رفقة ذويهم الذين حضروا لمشاركتهم هذه الأنشطة، وتم توزيع مجموعة من الأدوات المدرسية لفائدة هذه الفئة. وقد عرف الحفل تكريم بعض موظفي ولاية جهة وادي ذهب القويرة المتقاعدين تقديرا للخدمات التي قدموها طيلة فترة عملهم. أعطوا لنا ملوانات وتشطة وواق. أنت فرحانة؟ نبي خدمناها بالجد والنشاط، والحمد لله دابا كنذكروا دابا هذاك الشيء اللي كنا خدمنا. تنطلبوا معاد الجمعية اللي دارت لنا هذا الشيء هذا. فقرات متنوعة أثثت هذا الحفل تقديرا لهذه الشريحة، التفاتة تذكر بالدور المنوط بالمجتمع تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تقديم مختلف أشكال الدعم المادي منه والمعنوي.